السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناتي تيتي كروشيه، ومرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بسم الله في البروجي في هذا الفيديو إن شاء الله. هذا الفيديو عبارة عن حذاء رجالي، مقياس من 42 إلى 43 إلى 44، يعني ونسحقوا في هذا الحذاء. عندنا صوف كما راكم تشوفوا، وعندنا كروشي رقم 3.5. ماذا بكم تكون عندكم كروشي يكون اقل من الصوف ومقاس. طبعا كما راكم تشوفوا هذا المثال تاع الحذاء يكون بهذا الشكل، كما راكم تشوفوا. نبدأ بسم الله على بركة الله، نديروا دائرة سحرية بهذا الشكل، ندخلو نسحبو الخيط ونطلعو السلسلة الأولى الثانية، هادو ما نعدوهمش، ندخلو في وسط الدائرة ونديرو 12 عمود. هذا الأول، ثاني، ثالث، فوالا. بعد ما درت 12 عمود كما كتشوفوا نسحب الخيط، نغلق الدائرة تاعنا بهذا الشكل وندخل في أول عمود. هادو اثنين ما نعدوهمش، ندخلو في أول عمود بهذا الشكل ونجبد البنزلق بهذا الشكل. نديرو سلسلتين ما نعدوهمش دائما، ندخلو في نفس المكان ونديرو عمودين، واحد اثنين، نفس المكان. هنا بهذا الشكل غادي نديرو تزايد، فوق كل عمود نديرو عمودين بهذا الشكل، ونعاود نزيدو عمودين ونكملو حتى نكملو كاع الدائرة تاعنا حتى نقطة البداية تاعنا. بعد ما كملنا التزايد تاعنا بهذا الشكل وتحصلنا على 24 عمود، ندخلو في قمة نفس العمود الأول بهذا الشكل ونديرو منزلق ونطلعو بسلسلتين، وفي نفس المكان نعاود نديرو التزايد. هذا واحد، وفي نفس المكان اثنين بهذا الشكل، وفي العمود الموالي نديرو عمود فردي واحد كما الدائرة تاع اعتيادية تاعنا، تزايد وعمود واحد بهذا الشكل. نكملو كما هكا حتى لنقطة البداية تاعنا. بعد ما كملنا الدائرة تاعنا بهذا الشكل تزايد 2 1 2 1، ندخلو أول عمود بهذا الشكل بلعبو منزلقة. في هذه المرحلة نطلعو بين سلسلة ونديرو الثاني أول تزايد 2 بهذا الشكل، ومن بعده نديرو 5 أعمدة، واحد في العمود الثاني 2 العمود الموالي، هذا 3 3، 4 5، تزايد عاد نديرو تزايد، نديرو 2 عمود في نفس المكان بهذا الشكل، ونعاود نديرو 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، خمسة، ونكملو كيما هكا 5 أعمدة تزايد، 5 أعمدة تزايد، حتى وتبدا الدائرة تاعنا تنغلق. فوالا شوفو معايا في الأخير تحصلنا على درنا التزايد الأخير 5 أعمدة، يعني رانا في الحساب المعقول نيشان. نتحصلو في الأخير على 42 عمود، تحصلو على 42 عمود بهذا الشكل.
عدد هذا هو كتحصلوا على 42 عمود راكم نيشان. بون في هذه المرحله غادي نبداو نخدموا القاعده تاعنا تاع الحذاء، نطلعوا في سلسلتين وغادي نخدم هذا العمود الاول، نديرو 23 عمود واحد، نقسموا الحذاء الى قسمين، واحد اثنين ثلاثة حتى نوصل 23 ونرجع معكم. فوالا بعد ما كملت 23 عمود يعني يبقى لنا هنا في المقدمة تاع القدم 19 عمود. نبدو العمل تاعنا، اول عمود نديرو فيه عمود امامي، العمود الموالي الاثنين مواليين نديروهم خلفيين، عمود خلفي وعمود خلفي بهذا الشكل، العمود الموالي ندو عمود امامي، موالي خلفي يعني عمودين تاليين خلفيين يعني خلفي، والعمود الموالي امامي. نكملوا كيما هكا، عمود امامي عمود خلفي عمود خلفي عمود امامي عمود خلفي عمود خلفي، تنكملوا بهذا الشكل. فوالا انا في الاخير كملوا بعمود امامي، بدينا بعمود امامي نكملوا بعمود امامي. نبلعوا في اول عمود منزلقه بهذا الشكل، ونطلعوا بسلسلتين وفي نفس المكان نديروا عمود، بحيث نديرو نديرو عمود فوق عمود يعني 23 عمود اللي خدمناهم بهذا الشكل، حتى نبدو نبدو مقدمة القدم. بعد ما كملنا الخلف تاعنا 23 عمود نروحو نكملو نديرو عمود امامي فوق العمود الامامي، نديرو عمود امامي لهاد الاعمدة. غادي نخدمو العكس، غادي نديرو عمود عادي فوق العمود، نديرو عمود عادي العمود عادي يعني فوق العمود الأعمدة الخلفية نديرو عمود عادي عمود عادي، والعمود الأمامي نخدمو دائما عمود أمامي. فوق هاد الأعمدة الخلفية نديرو عمود عادي من بعد عمود عادي نورمال، وفوق العمود الخلفي نديرو خلفي. نكملو بهذه الطريقة حتى للنهاية، ونكملو الخلف تاعنا 23 عمود، نعاودو نولو نخدمو عمود امامي، وفي هادو نعاودو نعكسو نديرو عمود خلفي. دوك نعاود نرجع معكم نوريكم. بعد ما انتهيت وكملت كاع السطر هذا تاع الخلف، كيما قلت لكم هاد العمود الامامي دائما نخدموه عمود امامي، وهذا خدمنا عاديين دوك غادي نخدموهم خلفي عمود خلفي. نقعدو نديرو مره على مره، مره عمود عادي مره عمودين خلفيين، والعمود الامامي يبقى دائما عمود امامي، عفوا يبقى دائما عمود امامي بهذا الشكل. هذا العمود نديرو خلفي وهذا خلفي عمود خلفي، وهذا دائما يبقى عمود امامي. كي نعاودو نرجعو نخدمو السطر تاعنا نخدمو عادي، نخدمو عادي ونكملو كيما هكا حتى نطلعو نوصلوا للطول المناسب تاع الحذاء تاعنا. شوفوا معايا بعد ما وصلت لهذا الطول كيما هكا كما كتشوفوا اللي هو 15 سطر، نحسبه معاكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. واذا كان كنتوا تخدموا من فوق 43 انا هذا 42 43 41 يعني، ولا كنتو تخدمو كتر حتى 46 زيدو الأسطر حتى 17 سطر. أنا هنايا راني نخدم حتى 43 43 قياس 43 بوانتيغ دروك هنا نحبس ونخدمو الخلف خلف القدم. بون هنايا نحبسو منخدموش في هاد الجهة كاع، نبدو من هاد كي نكملو ودخلنا المنزلقة نطلعو عفوا نطلعو بسلسلتين وندخلو في نفس المكان غير في الأعمدة تاوعنا اللي كنا نخدموهم، ونخدمو أعمدة عمود فوق كل عمود بهذا الشكل حتى نوصلو لهاد المنطقة هنايا قبل العمود الأمامي ونحبسو.
بعد ما وصلت للاخير قبل العمود الامامي نحبس وندير سلسلتين ونقلب العمل تاعي هذا الشكل ونعاود نخدم نفس المكان عمود ونكمل أعمدة عمود فوق كل عمود فوق كل عمود عفوا بهذا الشكل. هذا السطر الثاني انا غادي نزيد نكمل ندير سته اسطر يعني بالاجب المجموع 8 اسطر ونعاود نرجع معكم. فوالا شوفوا معايا بعد ما كملت 8 اسطر نحسبهم معكم 1 2 3 4 5 6 7 8 صحيح هذا هو الطول. هذا هو نقلب العمل تاعي بهذا الشكل بحيث نقوم بعمليه الخياطه بالكروشيه نديرو المزالقة بهذا الشكل. ندو السلسلتين تاع العمود الأول فوالا بهذا الشكل ونديرو مزالقة ونعاودو ندخلو سلسلتين مقابلتين ونديرو مزالقة حتى نكملو للأخير بهذا الشكل. فوالا بعد ما وصلت للأخير نعاود باش نرجع للديبي تاعي منقطعش الخيط ندير هاد العفسة كيما هكا ندخل هكا في السلاسل ندير مزالقة نكبرو يعني نبعدو باش نوصلو باش ما نقطعوش الخيط. نعاود ندخل هنا ونقلب العمل تاعي بهذا الشكل تحصلوا على هذا الشكل كيما هكا. دروك غادي نبداو باش نخدموا الالاستيك تاعنا. انا درت هنايا عاود ما كفانيش الخيط على ماضي درت اللون الاسود نورمال فوالا كما تشوفوا نجيو لهنا نجيو لهاد البداية تاعنا نجيبو فوالا ونطلعو سلسلتين نديرو سلسلتين وندخلو في هاد الفراغات اللي تجناهم من السلسلتين اللي كنا نطلعو فيهم نديرو نصف عمود ونصف عمود يعني نديرو 2 نصف عمود في كل فراغ نديرو نصف عمود 2 نصف عمود بهذا الشكل. نروحو لهنا ونديرو 2 نصف عمود نكملو حتى نجي هنا هنا للزاوية فوالا كي قربنا للزاوية ندخلو كيما هاكا منكملوش نعاودو نروحو أخرى ونجبدوهم كاع كامل كيما هكا ونبدو في الأعمدة اللي باينين نخدمو فوقهم نصف عمود عادي بهذا الشكل حتى نجيو لهاد الزاوية هنا تاني نخدمو بنفس الشكل نفس العملية اللي درناها هنا نديروها هنايا ونكملو حتى لهنا نقد البداية تاعنا. فوالا كي وصلنا للزاوية خدمنا العمود الأمامي الأخير وندخلو في هذا منكملوش عاود ندخلو في الفراغ هاد الشكل باش نشكلو كيما هكا زاوية ونروحو نكملو بنفس الطريقة اللي بدينا بيها عمود نصف عمود 2 نصف عمود في نفس ونكملو. بغا نشوفو معايا بعد ما انتهيت هنايا السطر غادي ندخل في تاني سلسلة فوالا بهذا الشكل عفوا هنايا غادي نبدل اللون نجيب اللون الأسود
داخله بهذا الشكل. ندير سلسله ندخل مباشره وحده نحزمهم. نقطع هذا الرمادي بهذا الشكل. المهم بعد ما حزمت هذا الخيط نطلع بسلسلتين وندخل مباشره فوق كل نصف عمود نديرو عمود بهذا الشكل، عمود بلفه. هذا اللي باش ناسسو غرز الالاستيك تاعنا. فوق كل نصف عمود نديرو عمود بلفه بهذا الشكل. وندو الحيطان هذوك نطفوهم مع اون معنا. فوالا نكمل كاع كيما هكا كاع الدوران ونعاودوه ليكم. فوالا فوالا كملت كاع الدوران تاع هنا. وتحسبوا الاعمده تاعكم يكونوا نفس كيما هنا عندي 50 عمود في الاخر عندي 50 عمود، تحسبوهم يكونوا نفس العدد. ندخلوا هنايا في ثاني سلسله بهذا الشكل ونبلعو بمنزلقة. وهنا نطلع غير بسلسلة وحدة ونروح نخدم الأعمدة تاع الإلاستيك. أولا عمود أمامي بهذا الشكل والثاني نديروه خلفي. هذا نديرو أمامي هذا نديرو خلفي. نكملو بهذه الطريقة حتى نولو ندورو كاع كيما هكا حتى نجو لنقطة البداية تاعنا. أولا شوفو معايا البنات، سمحوا لي هنايا درك متبانلكمش، ندخلو في هاديك السلسلة اللولة اللي دخلنا فيها اللي طلعنا بيها بهذا الشكل ونعاودو نطلعو بسلسلة وندخلو في العمود الامامي تاعنا. نديرو عمود امامي والعمود الخلفي نديروه عمود خلفي. نكملو كيما هكا نخدمو كيما هكا دوران حتى نطلعو ندير. انا درت هنا 4 اسطر في هذه، درت 1 2 3 4 4 اسطر. انا ندير 4 اسطر ومن بعد نرجع معاك. شوفوا معايا بعد ما طلعت بالاسطر اللي هما 4 اسطر من غرزة الالاستيك تحصلنا على هذا الشكل كما كتشوفوا. بون بلعت بمنزلقه ونزيدو نثبتو بسلسله ونقطعو الخيط تاعنا بهذا الشكل ونطفوه بهذا الشكل. حصلنا على هاد لي شوسون رجالي، تنجمو تخدموه حتى للنساء. ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وطبقوه. والى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.